عايزه. من ابتدأ كلامه بمسك فعليه أن يختتمه بعنبر وعنبرون. تنقل الترابس كان فتح الساعة 9 وقت والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام. نلتقي اليوم في مؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة الرئيسي لنشهد افتتاح المبنى الذي يعد ليكون قاعة للمحاكمة. هذا المبنى يحتوي على 3 قاعات لعقد جلسات دوائر المحاكم التي ستنظر في طلبات وأوامر مد الحبس التي عادة ما تتقدم بها النيابة العامة. حضرنا اليوم لمؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زراء الرئيسي لنشهد افتتاح المبنى الذي يعد كقاعات للمحاكمة. هذا المبنى الذي قامت وزارة العدل بتجهيزه في إطار الاختصاصات والمهام المنوطة بوزارة العدل وفي إطار الحرص على سير مرفق العدالة بانتظام واضطراد ودون توقف. هذا المبنى يحتوي على 3 قاعات للمحاكمة كما شاهدتم. ستشهد انعقاد قاعات جلسات ودوائر المحاكم في جنح والمخالفات وجنح المستأنفة وغرفة الاتهام للنظر في مد حبس المتهمين احتياطيا الذي يتم عادة بناء على طلب النيابة العامة. تأتي هذه الإجراءات في إطار التعامل أو الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة العدل للتعامل مع جائحة كورونا وللحد من انتشارها وفي إطار المحافظة على الصحة العامة سواء صحة النزلاء أو صحة السادة القضاء وأعضاء النيابة ومرتدي المحاكم. طبعا الافتتاح هذا تم بحضور السيد معالي وزير العدل والقائم بأعمال مكتب النائب العام وبعض الشخصيات القانونية والنائب رئيس جهاز شرطة قضائية وضباط صف من جهاز شرطة قضائية بالإضافة للسيد مدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة الرئيسي اللي قام بمجهودات جبارة الحقيقة من أجل تفعيل مجمع المحاكم والنيابات داخل المؤسسة لسهولة تقاضي النزلاء وحقهم في النظر في قضاياهم في أسرع وقت. طبعا شمل هذا الافتتاح مناشط تدريبية اللي هي زي قسم الحاسوب ومكتبة النزلاء كذلك المرسم الخاص بالأشغال اليدوية بنزلاء المؤسسة. فهذه كلها مناشط مفيدة ومهمة للنزلاء بالإضافة لعن مشت الزراعي. المناشط هذه تدفع لأخذ أو مساعدة النزلاء على تمضية أوقات الفراغ في أشياء مهمة يمكن يستفيدوا بها بعد خروجهم من المؤسسة.